الحمل ما كاينش، فكيف جاء الإجهاض؟ إذا كان العلم أكد والطب أكد والتحاليل المخبرية أكدت لا وجود للحمل، فمن أين جاء الإجهاض؟ حنا تقول أن الناس مزوجين، كاين العديد من الأدلة والقرائن والإثباتات تقول أن الناس مزوجين، إذا من أين جاءت تهمة الفساد؟ إذا ما فهمت أنا شخصيا ما فهمتش، حنا غنستمروا في الدفاع على هاجر وعلى رفعت أمين، متأكدين من البراءة ديالهم. ما فهمتش هذا التوجه اللي مشى في هذا الحكم هذا، يعني يتناقض مع الشهادات القضائيه كثيره جدا. تنتمنى في الاستئناف يتم استدراك هذا الامر هذا، وحنا غنطعنوا في الاستئناف.